من الكلمة ونعود للتحليل مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أهنئكم على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها 73، وأعرب عن تقديري لجهود السيد ميروسلاف لاتشيك رئيس الدولة رئيس الدورة السابقة، كما أحييكم على اختيار موضوع هذه الدورة، فما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل يقوم على توازن المصالح والمسؤوليات واحترام السيادة ونشر ثقافة السلام والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف وتحقيق التنمية المستدامة. تلك هي القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل 7 عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وآخرها عام 2016-2017، كما أنها الدافع وراء إسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات. بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة ومن منطلق المصارحة، أرى أن علينا أن نعترف بأن ثمة خلل يعتري أداء المنظومة الدولية ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما. فكيف نلوم عربيا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟ وهل يمكن اعتبار الإفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فاعلية النظام العالمي بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟ السيدة الرئيس، أنقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق رئاسة مصر لمجموعة 77 والصين التي تضم غالبية سكان هذا الكوكب وصاحبة المصلحة الأكبر في تفعيل دور الأمم المتحدة. فالدول النامية لا تحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي. وسأوجز رؤية مصر في 3 مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها و3 قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فاعليتها ودورها. أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنفاذ هويته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. إن تفكك الدول تحت وطاة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية
هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر، مثل النزاعات المسلحة وتفشي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات. ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا التي تطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب. ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد والبدء في مرحلة البناء. السيدة الرئيس، أما المبدأ الثاني فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، فهي المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات. وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية. والقضية الأساسية هي أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها. حقيقة زي ما حضراتكم عارفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، بيحرص دايما على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبعا رئاسة وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى من هذه الدورات. الزيارة ليها أصداء كثيرة وليها أيضا تفاصيل كثيرة. خلونا نتكلم عن تفاصيل كلمة الرئيس وأهمية هذه الكلمة، لأنها تضمنت رسائل محددة كده هنناقشها مع بعض ومع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو مهندس مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا فندم، منور. أهلا بيك وضيوفك الكرام. أهلا بيك. طيب خلينا نتكلم في العموم عن أهمية مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الأول عموما. بالطبع مشاركة مصر بالتتالي 5 سنوات في هذا الجمع بيضي طابع مختلف، لأن كل سنة بيبقى تركيز على رسالة. زي ما شفنا قبل كده كان من أهم
المسائل اللي بيعني بها العالم وتعني بها مصر، مسألة الإرهاب مثلا. ومن قبل الرئيس كان حاطط نقاط معينة إن الإرهاب ده مش مجرد مجموعة، ده في من يموله ومن يدربه ومن بشكل كأنها خارطة طريق، ويكرر الرسالة في هذا العام، لأن موضوع الإرهاب مش شيء مصري. تجربة مصر خاصة في سنة 2018 في سيناء تجربة يعني من الأمثلة التي لابد أن تتعاون الدول فيها، محاولته لعرض مسألة الإرهاب أن لابد أن يكون هناك يعني تضافر لمحاربة الإرهاب، مش مشكلة مصر بس أو مشكلة بعض من الدول، هي مشكلة عالمية بتطرقها بلدان كثيرة. فمسألة الإرهاب أعتقد من أهم المسائل التي يعني بها العالم. تمام. دي رقم واحد. رقم اثنين، المشاكل الخاصة بالدول النامية ودول ما يسمى بالعالم الثالث، خاصة أن مصر دلوقتي بدأت ترجع في قيادتها للقارة الأفريقية. يعني أنا من 10 سنوات مثلا كنت بحس أن مصر في الأمم المتحدة عبارة عن كأنها بلد لوحدها، مفصولة، اهتماماتها مفصولة عن أفريقيا بالطبع. الآن بداية من الكام سنة اللي فاتت لقينا أن حتى التعامل مع مصر بيتعامل الغرب أو كثير على أساس أنها لها بعد أفريقي مهم جدا. فالبعد الأفريقي بتاع مصر أصبح حاضر الآن وبشكل وبقوة في ما نراه من اهتمام القيادة المصرية بمشاكل القارة كمصر كجزء منها، على أن تكون ضمن المشاكل والاهتمام بإصلاح الأمم المتحدة. أو بيتحدث كمان نيابة عن مشاكل إفريقيا بالكامل، ويعني حل المشاكل العديد من الدول فيما يخص الاقتصاد وما بالطبع. يخص الإرهاب وكذا. بالطبع. فمصر الآن أصبحت يعني في موقع كأنها وتمثل أفريقيا بشكل كبير، ويعني أي ألم في أفريقيا يؤلم مصر. بالزبط. إضافة إن نظرا لما نراه من تفكك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودي شيء يعني كل الدول بتشتكي منه، أن الرئيس قال لابد أن يكون هناك تعامل مختلف. يعني ما ينفعش أن القرارات تيجي مش مبنية على مصالح هذه الدول، ولقينا تركيز كبير على هذه النقطة، أن لابد الدول دي يبقى لها دور في اتخاذ القرار، لابد أن يكون لها دور في التنمية الاقتصادية، تنمية الشباب. أنا شخصيا يعني بحب جدا التركيز على الشباب وتمكين المرأة. كويسة. المسألة دي النقطتين دول يعني بقالنا منذ تولي الرئيس واحنا بنتكلم فيها، ودعم شديد جدا من الحقيقة رئاسة القيادة السياسية. فعلا دي نقطة أنا أراها وبأعتقد أنها مهمة جدا. بلد زي مصر ما ينفعش تبقى بلد عجوزة زي ما بيقولوا، لابد أن 60% شباب. بالطبع. بالطبع. يعني لازم نستغل الطاقة دي. بالطبع. إحنا يعني إحنا في مجموعات، أنا يعني بحب أستدعي مجموعات من هنا، عندنا مؤسسة اسمها سفراء الأمل. الولاد يجي يشوفوا الدنيا ماشية إزاي. يعني حضرتك لو أروقة الكونجرس، أي سناتر أي كونجرسمان، الاستاف اللي بيمشي السياسات الدولية شباب. لماذا لا يكون في مصر مثل هذا؟ وفي دعم، وفي مؤتمر الشباب اللي احنا قلنا عليه، واللي النهاردة بقى على شاشات تايم سكوير في أمريكا، ودي صحيح. حاجة كويسة جدا. يعني في خطوات كويسة بتتعمل، لكن لابد من الخطوات دي يبقى بعديها متابعة. عشان نتكلم بشكل واقعي، أنا من 3-4 متابعة الاستراتيجيز اللي بتبقى موجودة بالزبط. أهم كمان من وضعها أو من اتباعها. يعني لازم نتابع هي بتمشي إزاي، الكيرف بيعلى بينزل زي ما هو. وبعدين حضرتك قلت حاجة مهمة قوي، حكاية تأهيل الشباب، أو خلينا نقول مشاركة الشباب. خليني أضيف لسيادتك كمان أن في حالة من التأهيل، لأن إحنا كان بقالنا فترة طويلة جدا إحنا في مكان يعني في جزر منعزلة، وحاسين أن طول الوقت الشباب ان البلد مش بتاعتهم وان المناصب مش بتاعتهم دلوقتي مع المشاركه، فما ينفعش اجيب الشباب احطهم فجاه في المناصب. فاعتقد كمان ان المنتدى وغيره ومن المؤتمرات الدوريه للشباب اللي بتنعقد كل شهر هي عباره عن تاهيل. وبعدين في شباب كتير كمان بقوا بيتولوا مناصب في عده وزارات، ودي حاجه يعني دي حاجه ممتازه مشرقه. ولابد ان يبقى فيه اهتمام من جميع اجهزه الدوله والمؤسسات ان يكون في اشراك للشباب. طبعا. من سنتين ثلاثة كنت في الأمم المتحدة والتقيت الرئيس، كان بيبقى عنده برنامج
مليان جدا، وفي الحقيقة بيحاول بكل الطاقة أنه يقابل ناس سياسيين، ناس اقتصاديين، ناس من مراكز الفكر. وده مهم جدا. أنا في سنين بقول يا جماعة ما ينفعش أنتوا قاعدين في مصر تكلموا نفسكم وفاكرين أن الدنيا، لا، اللي هناك مش عارف أي حاجة، حتى المصريين الموجودين هناك ما يعرفوش انتوا الإعلام بيكلم نفسه. لابد يكون هناك نوع من أنواع التواصل، وإحنا النهاردة في تكنولوجيا سهلة جدا، حد يبقى عنده أبليكيشن عليه قنوات معينة بدون ذكر أسماء، ممكن تشوفي حاجات كل حاجة على تليفون، على الإنترنت، على حاجات كثيرة جدا. طب أنا عشان أوصل يعني أنا عارفة كمان في مشاركات وتوصيات من الرئيس إن إحنا ننفتح أكثر على العالم، وإن إحنا نبقى يعني عندنا تبادل ثقافات وتبادل تجارب مما يناسب مصر، مثلا من التجارب الاقتصادية، أو يعني هو كمان انتشار تجارب الصينية، تجارب غيرها من التجارب العديدة في الاقتصاد، دول واقفة على رجليها اقتصاديا، فإحنا عايزين نتبادل. إحنا نوصل إزاي يعني نستمع من وجهة نظر حضرتك يعني كمختص، نستمع إلى بعضنا البعض إزاي غير موضوع الإنترنت؟ هل في دور لوزارة الخارجية؟ هل في يعني في أدوار تانية؟ في الحقيقة لابد يبقى في هناك مشاركات إعلامية. يعني أنا في برامج كثيرة قلت يا جماعة ليه ما تبتدوش تعملوا برامج جوه أمريكا بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأمريكية، وإحنا نساعدكم. يعني مش موجهة ولا من الولايات المتحدة؟ من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إحنا محتاجين يعني خطة. أوكي. خطة ان احنا نوصل للمهتمين بمصر في امريكا، نوصل للمصريين والعرب اللي اصلا يعني في محاور مهمة جدا. احنا عندنا ثلاث محاور لو نشتغل عليهم، اللي هي ال- 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 السياسة الناعمة، هنتغير قوة ناعمة. الا وهي احنا عندنا حاجة محدش بيتكلم فيها ابدا، الدارسين بالازهر من مختلف بلاد العالم. أيوة. أنا بسافر كتير جدا، 33 دولة، أقابل ناس في مراكز حساسة جدا، خارجين أزهر، مبسوطين جدا إن شافوا واحد مصري كانوا بيأكلوا فول وطعمية في الحسين. هذه العلاقة ما تتشراش بمال. أسهل إنسان إن أنا أوصله المعلومة الإنسان اللي محب لمصر بهذا الشكل. فين المتابعة؟ الجامعات العالمية زي ما حضرتك عارفة بيتابع الخريج، بيفضل معاه وعنده كل 10 سنين في احتفالات. فين الكلام ده؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني العرب الخارجين من مصر وموجودين في مراكز حساسة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا، فين التواصل معاهم؟ والناس دي بتحب مصر برضو. الجزء الثالث، المصريين بالخارج اللي ما بيوصلهمش غير الإعلام المغرض. أيوة مظبوط. ودي مسألة تؤرق. صحيح. ومسؤولية علينا احنا كمان بالطبع. كإعلام الدولة ان احنا يعني لازم ننقل الحقيقة وننقل طبيعة الإنجازات وننقل الصورة بشكل كمان يعني احنا بننقلها، بس احنا عايزين ننتشر بشكل أكبر، وعايزين نخرج للخارج كمجابهة للإعلام المغرض اللي سيادتك قلت عليه. استمرارية، يعني بتحصل هوجة في أثناء فترة تواجد الرئيس وكل القنوات موجودين وكل بعد كده كله بيسكت، بعد كده يناموا سنة كاملة ما بسمعش حد خالص بيقول أي حاجة، مفيش متابعة من المؤتمر لمؤتمر. يعني مفيش تواصل في هذه النقاط. فمهم جدا أن يبقى في تركيز من المؤسسات الإعلامية أنها يبقى لها تواجد هناك، حتى كل شهر يبقى في لقاءات وبرامج ونبتدي. يعني ما مش يعني لابد خطوة. أعتقد إحنا عندنا مؤسسات إعلامية ممتازة، لكن برضو يعني مش قادرة يعني خلينا نتكاتف عشان خاطر مصلحة مصر. ويبقى في نوع. وبالمناسبة يعني الموضوع أنا كله التكاليف، لا، التكاليف لو في تنسيق هتبقى أقل من التكلفة هنا في مصر. صحيح. لأن عندنا إحنا منظومة، عندنا سيستم ممكن يتمشى عليه. فأعتقد إن عشان كل هذه المجهودات تبقى مستمرة ويبان لها نتيجة أقوى وشكل مصر يتغير، لابد أن يكون في متابعة إعلامية على الأقل. أنا يعني طبعا أحيي حضرتك على تحليل هذه النقطة، لأن دي برضو من يعني من النقاط الهامة كمان اللي الرئيس شدد عليها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والافتتاحات. كل مرة كان بيشدد على أهمية وخطورة الكلمة، خطورة القلم، خطورة الإعلام، وخطورة الاختيار الموضوع واختيار الضيف. يعني يمكن أكيد حضراتكم كنتم متابعين معنا قد إيه كان الرئيس مشدد على الحكاية دي، ويعني أيضا طالب بأن احنا ندرك أهمية وخطورة كل ما يقال وما يسمع أيضا.
طيب، تحدث أيضا الرئيس في الكلمة عن مخاطر التفكك، والحقيقة أتكلم عن يعني العديد من الدول. خلينا نتكلم كده، يعني مثلا ذكر السيد الرئيس فلسطين ورحب بالحل السياسي، يمكن على كل يعني على كذا نطاق، سوريا، فلسطين، ليبيا، اليمن، كل دي كان الرئيس بيطالب وشدد كذا مرة يمكن في الكلمة اللي احنا شفنا جزء منها على الحل السياسي. لو خدنا فلسطين خاصة انه التقى بنجامين نتنياهو قبل قليل يعني حسب توقيت مصر، القضية الفلسطينية، الرئيس قال قولا واحدا ان احنا إقامة الدولة الفلسطينية، يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام وفلسطين عاصمتها القدس. كيف ترى مردود هذا خصوصا بقى بعد اللقاء اللي كان منذ قليل مع بنجامين نتنياهو؟ هو في الحقيقة لو حضرتك يعني تابعتي لقاء الرئيس برئيس ترامب ولقاء ترامب بنتنياهو، لأول مرة ترامب يبقى قاعد مع نتنياهو في نفس المجلس ويقول أنا أشجع حل الدولتين. ما كانش بيقول الكلام ده خالص. اول وجود نتنياهو لوحده يعني ما كانش بيقول ده بالظبط. يعني هو نتنياهو ما كانش بيقول انتوا حرين تصرفوا زي ما انتوا عايزين. هذه اول مره نرى الرئيس الامريكي يقول ندعم حل الدولتين. تمام. اعتقد ان مصر طول عمرها لها القياده في القضيه الفلسطينيه. لولا مصر كانت انتهت القضيه. في رايي الخاص اللي انا بشوفه مصر بتلعب دور خصوصا الدور اللي كان الفتره يعني اخر دور كان القمه القاهره فلسطين بالطبع. التوليف بين الفلسطينيين انفسهم. مصر دايما ترعى الفصائل الفلسطينيه وتحاول ان حجه اسرائيل كانت دايما بتبقى احنا مش لاقيين حد نتكلم معاه. هي مقسمه بالظبط. فمصر كانت دايما بتحاول ان تكون لها الحل ل إخراج القضية الفلسطينية على الظاهر. مصر برضو لها تأثير على الدول الأوروبية اللي برضو ممكن بتساعد، لها تأثير في الولايات المتحدة الأمريكية. كلمة مصر مسموعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لأن العلاقة المصرية الأمريكية علاقة وطيدة طويلة. إحنا مش قادرين نتخيل يعني في أعز في أحلك فترات مصر وأنا شفتها أيام التطور مع الإخوان وغيرهم، لقيت أن تواجد القيادة المصرية الحكيمة من الملحق العسكري مثلا كان هو من يدير الدفة وراء الكواليس. لأن العلاقات ودي مهمة جدا بين الجيش المصري أو القيادة العسكرية المصرية والقيادة العسكرية الأمريكية لا تهتز، اللي الناس مش واخدينه في فترات معينة بيبقى العلاقة السياسية هي اللي بيبقى فيها ups and downs يعني طالعة ونازلة. العلاقة الأمنية والعلاقة العسكرية أنا رأيتها على مدار أكثر من 30 سنة لم تهتز على مدار 30 سنة، ولكن العلاقات السياسية هي اللي بتبقى ليها. ليه بقى؟ حضرتك القيادات العسكرية المصرية منذ سنوات طويلة تتدرب في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. لما واحد من 30 سنة يعيش وهو ضابط مع ضابط ويبني علاقة لمدة سنة ويبقى على تواصل، فالعلاقات أصبحت فيها علاقات شخصية وتفاهمات وقناعات. يعني انا عارف اللي عرفته من 30 سنه وبعد كده 5 سنين لما جاء دوره تدريبيه بعد كده فاصبحت هناك علاقات ممتازه ومفهوم من هي مصر ومصر ممكن تعمل ايه وايه قدراتها. في بعض الاحيان القياده السياسيه ما بتبقاش فاهمه، يعني وخصوصا ان امريكا كل 8 سنين في رئيس مختلف او كل 4 سنين، ففي بعض الاحيان بتاخد وقت. وفي حاله ترامب اعتقد الموضوع عليه برضو شويه علامات استفهام فيما يخص تصريحات ترامب والطريقه اللي بيصرح بيها، وان هو ما بيحبش يتكلم مع القنوات فبيعمل لايف فيديوز من البيت الابيض. يعني التصرفات دي يمكن بيودنها بعض المسؤولين الامريكيين وبيودنها كمان الشعب الامريكي نفسه كمان يمكن على الكومنتس بتاعت قنواتهم. بس احنا لازم نبقى فاهمين السياسه الامريكيه الا وهي ايه. لو حضرتك لقيتي ايا كان الرئيس الامريكي وايا كان علاقته علاقه اسرائيل مع امريكا متزنه في التغير ليه؟ لان العلاقه مع المؤسسات الامريكيه ومع الكونجرس الامريكي. ودي بتجيلي نقطه، الرئيس بيروح بيتعب نفسه بيموت نفسه بصراحه. يعني انا شفت 20 سنه ساعه شغال يمشي الرئيس من هنا، المفروض في متابعات. فين البرلمان؟ فين المؤسسات المصرية التي تتابع؟ مش معقولة هيعمل كل الأدوار يعني. مش ممكن. بالإضافة صحيح.
يعني خلينا نبقى واقعيين، اكتر من مره يجي لي تليفون مستر مهدي عايزين ترتب لنا لقاء مع سيناتور. سيناتور بتاع ايه؟ سيناتور ما ينفعش يا جماعه، السيناتور ده بيبقى متخصص لملفات معينه ولجان معينه بيشتغل فيها. انت جاي من مصر عشان تفتح اي ملف بالظبط، وهو فهم. متخصص في حاجات معينه، ازاي انتم تعرفوا تكملوا الشغل اللي الرئيس بداه، وبعد ما تمشوا يبقى في هناك حد متابع، لان السيناتور ده مش ماسك الملف بتاعك، ده سلم عليك واخد معاك صورتين وعطى الملف لحد في المكتب بتاعه يتابعه. طيب يعني لسه بتكلم عن فلسطين والقضية الفلسطينية، هل حضرتك تتوقع بعد هذا اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنجامين نتنياهو أن تكون هناك بعض التطورات في القضية الفلسطينية أو في أزمة فلسطين بشكل عام؟ أنا أعتقد أن هيبقى في انفراجة ولو صغيرة، لأن سواء يعني قصدي هل سيلتزم بنجامين نتنياهو بما قال؟ أنا لا أعتقد أنه بيلتزم، لأن بنجامين نتنياهو معروف عليه بيبي، اللي احنا مسميين حتى في أمريكا بيبي، ما بيلتزمش بالحاجات دي، لكن بيحرج. يعني هناك طرق سياسية، سواء ضغط ترامب من ناحية ومصر من ناحية، لأن مصر هي أقرب بلد تقدر تؤثر من الدول العربية على إسرائيل، على إسرائيل مزبوط. فتأثير المصري أعتقد هيكون له حتى كبداية، لأن احنا دلوقتي انقطعت أي مباحثات، كبداية لإعادة المباحثات أعتقد دي هتبقى إنجاز إن يبقى في بداية المباحثات. النتائج بقى بعد إيه كده إيه يعني دي لسه هنراه اللي ممكن يحصل. طيب الحلول السلمية للنزاعات الدولية كما قالها في الكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اتكلم على كل الدول اللي فيها حروب ونزاعات وتقسيم وكذا، خاصة بالذكر أيضا جنوب السودان ومالي وأفريقيا الوسطى، وما يحدث بالنزاعات تؤثر على التنمية في يعني تحت مظلة أن أفريقيا يعني قارة غنية جدا كلها عديد من الكنوز طبعا مهملة أو يمكن ناس تانية بتستغلها، يعني أكيد حضرتك عارف في ناس كتير ناس تانية خالص هي اللي بتستغلها مش أهلها. اتكلم في الموضوع الحلول ده عن الحلول السلمية والحلول السياسية وقالها كذا مرة. حضرتك شايف الرسالة دي موجهة ازاي؟ الحلول السلمية مع وقال من منطلق مسؤوليتنا ان احنا بنتكلم نيابة عن افريقيا. الرسالة واضحة كريستال كلير زي ما بيقولوا، وعايزين نعرف بس هي واصلة لحد فين للمجتمع الدولي. تمام، هو ناخد الشق العربي الاول، سوريا واليمن وليبيا. انا في الحقيقة يعني اعتقد ان موقف مصر الحيادي من القضية السورية والليبية أدى إلى أن يكون لمصر تأثير على هذه القضية. الدول الكبرى هناك عارفين في سوريا في تناحر بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت في فترة من سنوات كده كان في ضغط شديد على مصر أنها تاخد جانب من الجانبين. مصر قالت إحنا مع الشعب السوري. أنا شخصيا كنت متخوف لأن احنا في عالم يحكمه قوى يعني قوية، مش من السهل أن أنا أقول لا الأمريكا مثلا. عشان نبقى واقعيين، مصر استطاعت بحنكة شديدة أن تتخطى هذه المرحلة، وأصبح دلوقتي سواء من روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية يلجأ إلى مصر في المسألة السورية. كويس، فده يعني دور كان ممتاز في سوريا. ليبيا بلد الجوار، مصر أكثر المؤثرين في ليبيا والمتأثرين برضو، لأن الإرهاب اللي بيجي لنا من ليبيا ده برضو إحنا اللي بنتأثر بيه. أي حد تاني بيتكلم هو قاعد في بلده، لكن مصر بتتأثر بيه والمهاجرين الليبيين فدور مصر في ليبيا وإعادة ليبيا على الخارطة، لأن لو حضرتك تلاحظي ليبيا كانت اتنست خلاص، هي ما حدش كان بيتكلم في الأزمة الليبية، ودي كانت في حاجة يعني خطر جدا. طب ده أنت بتتكلمي على البلد اتفصلت وبقى جيشين وبقى حكومتين، والله أعلم اللي في الجنوب شكلهم عاملين إيه. فإعادة ليبيا على الخارطة كان مهم جدا للمجتمع الدولي أن يراه، وإني خد مسؤوليتك بقى. نسيان ليبيا كان متعمد مثلا يا فندم؟ هي مصالح دولية. يعني خلينا نبقى واقعيين، مصالح دولية وخلافات وما كانتش مفهومة، يعني المسألة في سوريا كانت مفهومة أكتر من ليبيا. طب وليه يعني ليه ليبيا الموضوع كان ابتدى إن هو يهدى؟ يعني يهدى الكلام عنه، مش الأزمة اللي تهدى يعني. يهدى الكلام عنه لأن بقى معقد جدا. وعندنا في امريكا بيقول لك هات بوتيتو، يعني واحد ماسك بطاطسيه سخنه عايز يلقفها لاي حد وخلاص. فهذا كانت الواقع في ليبيا، ما حدش عارف هيعمل ايه ومين متحكم جوه، وانتشرت فيها الجماعات الارهابيه بقى، والقبائل بدات تبقى بقت اعقد من ان دوله
من الخارج تيجي تحاول تحلها. فأعتقد أن الحل العربي، وهنا لابد أن نذكر أن لابد يكون في هناك تعاون عربي، ما ينفعش مصر تبقى متصدرة لوحدها. العرب حتى نفسهم خلعوا إيدهم عن ليبيا، ما ينفعش دولة في مثل حجم ليبيا ومصادر ليبيا وإمكانيات ليبيا وأهل ليبيا، لابد أن يكون هناك تعاون عربي حقيقي في حل الأزمة الليبية، لأن كل بلد أكيد لها يعني زي ما بيقول ممكن يبقى فيه تفاهمات مع الفصائل المختلفة جوه ليبيا. طيب هايل، فأنا أسفة، تفضل. أنا كنت عايزة بس يعني أشير سريعا لجنوب السودان ومالي وأفريقيا الوسطى اللي ذكرهم السيد الرئيس في نفس سياق يعني الفكر اللي سيادتك بتتكلم فيه. أفريقيا هي هتبقى منجم العالم القادم، ولذلك لو نظرنا للبلاد اللي هي بتركز، الصين استثمارات غير عادية في أفريقيا. في بلدان زي ما حضرتك قلتي، اولا افريقيا كل يعني منتجاتها وكل خيراتها بتروح لبعض من الناس وبعض من المجموعات، صحيح. ومقفلين عليها كده ايه كانها مش موجوده، كنز. فاعاده وضع افريقيا على الخارطه وتنبيه، اولا ده اكبر دليل ان مصر عارفه كويس جدا اللي بيحصل في افريقيا، مهتمه باوجاع ومشاكل افريقيا، عندها استعداد تساعد، لان لو مصر دايما كان لها دور في افريقيا سواء في الانشاء سواء الطرق سواء التعليم، اعاده هذا على الخارطه مهم جدا. البلدان الافريقيه بدا يبقى فيها خيرات كثيره، وبدا في شباب، وبدا في استثمارات، لكن لا زالت مهمله. فاعاده افريقيا على الخارطة خاصة في محفل زي الأمم المتحدة ده مهم من ناحيتين مختلفتين. أولا ناحية أن الأفارقة نفسهم يرجعوا يحسوا بالدور المصري المهم، لأن تراجع. مصر هي البلد الوحيدة اللي اتكلمت باهتمام وحب كمان. عن أفريقيا. تمام. تاني حاجة أن ده الدور الطبيعي لمصر اللي بدأ يرجع بشكل قوي. تمام. طيب أخيرا تعليق حضرتك على ذكر السيد الرئيس، طبعا هو تحدث في مستهل الحديث عن مخاطر التفكك، وفي أيضا في طيات هذا الحديث اتكلم عن العملية الشاملة، واتكلم على الإرهاب، وقال إن الإرهاب ممول بشكل كبير جدا ومنظم زي كمان ما سيادتك ذكرت، منظم بكل الأشكال، سواء الدعم القوى البشرية، الدعم الفكري، الدعم المادي، تحركات، الخطط، يعني الإرهاب ممول. وعلى الناحية الأخرى ذكر إن إحنا عشان نحارب الإرهاب، طبعا إحنا بنحارب، قوات المسلحة بتحارب الإرهاب بشكل مباشر. على الناحية الثانية اتكلم على التنمية الاقتصادية، ودي شق من النقاط المهمة جدا حرب الإرهاب، لازم يكون في اهتمام بتنمية المستدامة وتنمية الاهتمام بالبنية التحتية، وأيضا تمويل هذا يعني هذه التنمية أو طبعا تمويل هذا التعاون عن يعني بدل ما تمويل الإرهاب يعني بالزبط. فهذا اللي احنا بنتكلم فيه. تعليق حضرتك على هذه النقطة اللي كانت برضو واضحة جدا في كلمة الرئيس، اللي هو احنا عارفين ان هذا الارهاب ممول، وعارفين ممول منين كمان. هو بالطبع مصر في السنوات الماضية كانت بتخوض حرب على الارهاب، وحرب على الاعلام اللي يمول الارهاب، الفكر او الفكر ضد الارهاب، لان في دول بتدعم الارهاب لكن كانت بتحاول ان تلعب لعبة علاقات عامة في ان هي ليس لها علاقة بهذا الارهاب. مصر اخذت دور واخذت موقف ان هذه الدول لابد من التعامل معها ومعاقبتها، واستطاعت فعلا مع التصميم بالتعاون مع دول عربيه زي الامارات والمملكه العربيه السعوديه ان هي تقنع متخذ القرار الدولي. ليه؟ لان من يدعم الارهاب كان بيلعب بمساله الحريات، الشعارات الرنانه، فمصر استطاعت ان هي تخلي كشفت الحيله يعني. الحيله إضافة أن طبعا قبل ما يعني ننتهي إيه؟ الرئيس بيتكلم على أهمية التنمية المستدامة اللي هي بتدخل ضمن التعليم، دعم الشباب، المؤثرات الحقيقية اللي تمنع الإرهاب من مصادره، وليس فقط أن هي تبقى حرب معلنة بدون أي
تنفيذ، ولابد من تمويل هذه المؤسسات اللي بتساعد على تغيير الفكر، ان مصر جزء من هذا التغيير، ومصر مش بتتكلم بس لكن بتنفذ طبعا. في نفس الوقت الحقيقة يعني أنا سعدت جدا بلقاء سيادتك، للأسف وقتنا انتهى، بس يعني استفدنا كثيرا من تحليل سيادتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. فعلا زيارة هامة وتحمل الكثير من الرسائل والأمل. مرة تانية بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتحية مهندس مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا بعد هذا الفاصل والمزيد من الفقرات ونهاية الأسبوع.